من الطبيعي أن تتعرض العين لعدد من المثيرات البيئية خلال تغير الحالة الجوية أو الانتقال بين البواسم الأربعة خلال السنة الواحدة، ولكن هل من الطبيعي أيضاً أن تصاب بالحساسية والاحمرار والحكة ومشاكل أخرى قد تنتهي إلى أمور مرضية مزعجة؟ سنتحدث عن حساسية العين خلال لقائنا اليوم. لماذا يتم الإصابة بها بشكل مختلف بين الأفراد؟ هل كل شخص يتعرض لمثيرات بيئية هو أيضاً مهيئ للإصابة بحساسية العين في حال إهمال العلاج أو أخذ القطرات الغير موصوفة طبياً؟ هل ستسوء الحالة أكثر؟ نتحدث عن هذا الموضوع وسيجيبنا عن كثير من الأسئلة ضيفي الدكتور محمد الجنابي، اختصاصي أمراض وجراحة العين والسائل الزجاجي وأمراض الشبكية. حياك الله معنا دكتور. أهلا وسهلا ست آيات، ونورتونا. اللقاء دائما يتجدد بك دكتور. أهلا وسهلا بكم. اليوم حديثنا عن حساسية العين. هل مجرد فرك العين والشعور بالحكة أو أجسام مزعجة داخل العين واحمرار نعني به الحساسية، أم ما هي حساسية العين؟ اللي تفضلتي به هو يعني شكوى الأشعة اللي يجي الناس يعني يشتكون بها، إنه عيني حكتني مثلا، عيني حمراء، عيني الدمع إلى آخره. الأعراض هذه هي طبعا يعني هي عبارة عن صورة لرد فعل مناعي الجسم يسويه كوسيلة الدفاع. نعم. اللي يصير إنه جسمنا يتعرض، يسموها المحفزات مناعية مختلفة طبعا، يعني سواء غبار مثلا أو بذور الطلع او اللقاح نسميها بموسم هسه تكاثر الاشجار الى اخره، تعرض لمواد كيميائيه معينه بالنسبه للبنات يعني المكياج مثلا او مواد كيميائيه الى اخره. بالنسبه للاطفال عندنا مثلا كثير من الناس يربون مثلا حيوانات اليفه بالبيت مثلا، نعم. او فرو الدمى مثلا اللي يلعبون به الاطفال. القصد ايا كان المحفز يعني ايا كان المسمى ايا كان الشكل، هو عباره عن شغله تحفز جهاز المناعه. الرد الفعل المناعي هو عبارة عن مناعة مفرطة. نعم. فمناعة الجسم المفرطة تهاجم أجزاء معينة من العين، يعني ظن منها أنه هذه المحفزات المناعية اللي تيجي من برا عبارة عن فيروسات مثلا أو بكتيريا مثلا ضر الجسم. نعم. فنتيجة هذا الأمر اللي يصير اللي تفضلت به، يعني يجي الشخص مثلا يشتكي من حكة واحمرار ودمعة مثلا تسيل بالأنف إلى آخره، فهو عبارة عن يعني هذا هو رد الفعل المناعي الطبيعي للجسم يسويه. نعم دكتور، هذا الشعور بالانزعاج هو واحد عند كل الأشخاص اللي بيعانوا من حساسية العين؟ نعم. ولا ممكن الإصابة بحساسية العين لكن بشكل صامت؟ هسه يعني أرجع للنقطة الأولى، إنه هو تعتمد على حسب قوة رد الفعل المناعي مالتنا. نعم. إذا كان رد فعل مناعي خلينا نقول قوي ومفرط، فتجينا طبعا يعني تجينا ناس مثلا نجف النافخ بطريقة بحيث ما أقدر أفتح عيني، وفي ناس لا، انه مجرد مثلا شعور بحكه خفيفه الى اخره. ف يعني هذا هو يعني شلون نقول مثلا انه احنا يعني تباين الرد من رد خفيف، رد فعل مناعي خفيف الى رد فعل مناعي خلينا نقول مفرط. دكتور يعني لا يوجد نوع واحد من الحساسيه، انما هي عده انواع. نعم. هسه يعني النوع الاشياء اللي نشوفها احنا بهذا الوقت اللي احنا به مثلا انه هو شهر 3 4 5 حتى شهر 6 مثلا، اللي هي الحساسيه الموسميه نسميها احنا، اللي ترافق طبعا انه تغيرات الطقس رقم واحد، وجود انه حبوب الطلع واللقاح اللي موجوده يعني فيما يخص مثلا تكاثر الاشجار المثمره نقصد بها. فهذه الحساسيه الموسميه هي الاشياء ماشي. نعم. اللي رد الفعل مالتها يكون عاده يعني بشكل مثلا حكه احمرار دمعه نفخه بسيطه بالجفن مثلا، وعاده يعني علاجها ممكن يكون يعني شلون اقول بصوره ذاتيه، يعني هي مثلا تصير رد فعل مناعي والطيب من كيفها خلال يوم او يومين. نعم دكتور. ماشي. الانواع الثانيه في انواع منها اللي هي عباره عن اللي هي نسميها احنا حساسيه الرمد الربيعي، وهذه عباره عن نوع من الحساسيه خاص يعني تكون الناس معينين، يعني هذا شغله تكون موروثه من الاباء. شرط دكتور وجود العمل الوراثي للاصابه بالرمد الربيعي؟ نعم بصوره عامه نعم، الموضوع عباره عن يعني يسموه يعني موجود بالعوائل. نعم. ماشي. هسه طريقة انتقاله إلى نمط وراثي معين مثلا، يعني هذا صراحة إنه يعني مو كلش يهمنا لسبب إنه إحنا يعني هي بالنسبة للخطوط العريضة اللي متفقين عليها للعلاج هي خلينا نقول وحدة. نعم. إذن دكتور بما أنك تحدثت عن الرمد الربيعي ودور الوراثة في الإصابة به، سنتحدث عن أنواع حساسية العين. ما الفرق أيضا ما بين الحساسية والالتهاب؟ يعني ممكن الالتهاب يؤدي إلى الحساسية أو الحساسية تؤدي إلى الالتهاب؟ أوكي. بس بصورة عامة الحساسية هي عبارة عن التهاب تحسسي. نعم.
يعني المسبب به هو حساسية. نعم. والمسبب ليس جرثومة بكتيريا أو فيروس أو إلى آخره. هلا بصورة عامة العين اللي بها حساسية عرضة للالتهابات اللي هي الجرثومية أكثر من غيرها. شو السبب دكتور؟ يعني السبب إنه يعني خربطة مناعة العين بس. يعني تلقط عدوى بصورة أسهل. والعكس صحيح. نعم. العين اللي فيها التهاب فيروسي أو بكتيري هي عرضة للمهيجات اللي تسبب حساسية بصورة أكبر من غيرها طبعاً. ماشي؟ معلومة عظيمة يعني للمشاهدين. نعم. دكتور العلاقة ما بين الحساسية والالتهاب، هل من أنواع الحساسية؟ إحنا تحدثنا عن الرمد الربيعي. نعم. في مثلاً أنواع معينة ناجمة مثلاً شيء يختلف إنه هذا بسبب مواد كيماوية، هذا بسبب مواد تراموسية، هذا بسبب. نعم. أدوية. نعم نعم. بس هو يعني استكمال حديثنا الأول إنه الحساسية النوع الأشهر فيها اللي هي الموسمية واللي تجي من تعرض المهيجات متعددة أيا كان النوع. النوع الثاني هو حساسية الربيع. النوع الثالث اللي هو يسموه التلامسي اللي هو الكونتاكت يعني كونتاكت ديرماتايتس نسميه إحنا. عادة طبعا هي تصيب الجلد اللي حول العين وبعدها يعني حساسية تمتد للعين نفسها. نعم. ماشي. وفي أنواع حساسية محددة مخصصة بشغلات معينة اللي هي عبارة عن رد فعل مناعي مفرط للناس اللي تحط عدسات لاصقة فترة طويلة مثلا، الناس اللي تحسس عيونها من المواد الكيميائية اللي بالعدسات اللاصقة، والناس اللي اسم الله اللي فاقدة عينها وحاطة عين زجاجية مثلا. هذا يعني يصيبهم نوع معين من الحساسية. اسمح لي دكتور بما أنك تحدثت عن العدسات اللاصقة والإصابة. نعم. بالحساسية، يمكن العنصر النسائي هم الأكثر عرضة. إصابة وعرضة لحساسية. نعم. العين، ويمكن أكثر شيء بعد الخروج من الحفلات. نعم. فعلا عند مسح المكياج أو إزالة العدسات ممكن يصير. نعم. في إحمرار. نعم. وإنزعاج لدى. نعم. الفتيات، هل هذا يعني أنهم مصابين بحساسية في العين؟ الجيد بهذا النوع من الحساسية أنه المسبب خلينا نقول معروف اللي هي العدسة اللاصقة طبعا، لبسها ساعات طويلة ممكن يزيد فرصة أنه أنا عيني تتحسس منها. نعم. استخدام مواد حافظة للعدسات اللاصقة تكون جديدة على عيني أول مرة أستخدمها، هذا يعني ممكن كذلك يكون سبب. المسألة الثالثة يعني أو استخدام الماء دكتور كمحلول. قد يكون طبعا هسه هذا يعني شغلة الماء العادي. يعني كلش غلط أنه نستخدم الماء العادي طبعا، يعني كارثة من الكوارث اللي نشوفها احنا بالتهابات دكتور القرنية. في فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي من فترة. نعم. امرأة غربية وضعت عدسة لاصقة كانت موضوعة، يعني بعد ما وضعتها على العين رجعت حطتها في ماء، رجعت استخدمتها مرة أخرى لعينها. ماء عادي، ماء الصنبور. نعم. وأصيبت بفقدان كلي للعين عن طريق اللي هو امتد من مرض في القرنية إلى العمى التام. هذا الكلام صحيح دكتور؟ يعني صحيح 100% بنسبة عالية تعتبر بالنسبة. شو العلاقة دكتور؟ هسه العلاقة يعني يقول لك العدسة احنا بنحطها على الجزء الخارجي من العين، كيف تصل للقرنية؟ يعني في جراثيم معينة تعيش طبعا بمياه نسميها احنا المياه العادية اللي هي تاب ووتر اللي هي مي الصنبور اللي هو مي الحنفية. ماء الشرب. نعم. أو مي الحنفية تحديدا. هسه الجراثيم هذه اللي تعيش بمي الحنفيه تحديدا في انواع منها لها القابليه انه تخترق يسموه غشاء القرنيه. أوف. الخارجي اللي هو المفروض يعني شيء يعني وسيله من وسائل الدفاع عن العين وعن سلامه القرنيه وعن سلامه العين. فالفكره انه بشراسه الجرثومه اللي نلقطها طبعا من مي الحنفيه، هاي الفكره. هسه عاده هي اتعس انواع التهابات القرنيه اللي تصير، وعاده من النوع اللي يخترق القرنيه، وكثير يعني نسب تصير انه الالتهاب ينتقل من القرنيه نفسها الى داخل حجره العين. تخيل. طبعا بما يؤدي طبعا يصير التهاب داخلي واللي هو شيء سيء طبعا، قد ينتهي اسم الله فقدان العين نفسها. يعني هاي المعلومه صحيحه دكتور 100%؟ طبعا احنا هذه الشغله يعني نحذر منها طبعا يعني مرارا وتكرارا، انه اياك ثم اياك ان تغسل العدسه بمي يكون يعني ما مخصص بمحلولها الخاص. اذا دكتور ايضا السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المحور، ما العلاقة ما بين حساسية الأنف وحساسية العين، خصوصا بأنه الأعراض واحدة ومتزامنة تأتي؟ 100% هسه الجهاز المناعي هو واحد طبعا، يخص العين، يخص الأنف، الجلد، كل أجزاء الجسم الثانية. نعم. الأنواع الحساسية اللي معروفة بالنسبة لنا يعني بعوائلنا يعني حساسية عين، حساسية أنف، حساسية الجلد اللي هي الأكزيما، وحساسية الصدر اللي هو الربو. نعم. حساسية القصبات نسميها احنا. هو عبارة عن رد فعل مناعي يطلق مواد كيميائية معينة، هو بصورة أساسية يسموه الهستامين، يعني مادة الهستامين هذه. فمادة الهستامين تشتغل على أكثر من مكان، يعني فلذلك اللي عنده حساسية بعينه تلاقين أنفه مسيل مثلا. صحيح. ماشي. وبالرد الفعل المناعي اللي نسميه احنا مفرط أو كبير، اللي ناس اللي عندهم مثلا مشاكل بالصدر مثل ربو أو أزمة، تكون كل شغلة تقريبا مترافقة، يعني فهو بحسب كمية الهستامين اللي تفرز
راح يكون رد الفعل مالتنا. نعم. بما أنك تتحدث عن الهستامين خلينا ننتقل إلى العلاج. كيف يكون شكل العلاج دكتور؟ هسه بصورة عامة يعني الحقيقة المرضى يجوز يعني شايفين أكثر بأكثر من حالة بأكثر من وضع أي مريض حساسية يراجعني أنه الحل الأساسي هو عبارة عن وقاية. أنه أنا أتجنب مهيجات العين. ماشي رقم واحد. رقم اثنين أعود حالي أنه أغسل عيوني بماء بارد. نعم. يعني مرتين أو ثلاثة باليوم. ورقم ثلاثة هي الأدوية. فبصورة أساسية يعني الوقاية ثم العلاج. يعني العلاج يمثل جزء من علاج المشكلة أو الأدوية تمثل جزء من علاج المشكلة. متى نلجأ إلى الطبيب دكتور؟ يعني المشكلة أمراض ومشكلات العيون. نعم. جميعها متداخلة. نعم. أعراضها شبه واحدة. نعم. ما أن يشعر المريض بأعراض مزعجة إلا أن يذهب إلى الصيدلية يعطي الصيدلاني قطرة معينة. نعم. وتحس هاي القطرة بتاع كله يعني. نعم. إنها بتعالج الالتهاب الملتحم أو بتعالج حتى. نعم. المشاكل القرنية والقزحية. نعم. كيف ما تعرف وفعلا بتشعر براحة ولكن هل من حل المشكلة جذري؟ لا يوجد حل ممكن. نعم. تؤدي إلى مضاعفات أكثر فخلينا نوعي المشاهدين في هذا الجانب. هسه بصورة عامة طبعا إذا رايحين المكان يعني معرف عند صيدلاني محترم أكيد فجزء من الأدوية اللي تنباع بالصيدلية هي يسموها يعني تباع يسموها على الكاونتر أو OTC يعني. هذا مصرح أنه يباع على المريض بصورة مباشرة. بدون وصفة طبية طبعا. بس بصورة عامة أنه خلال أول يوم من تعرضي للمهيجات أو العوامل اللي سببت لها حساسية يعني قلت لك أغسل وجهي بماء بارد مثلا مرة مرتين. ومسألة ثانية أنه أستخدم قطرات دموع صناعية مرطبة اللي هي عبارة عن يعني اولا ملطفه ثانيا يسموها تقلل من تركيز الشغلات اللي حسست عيني اصلا. دكتور قطرات معقمه ولا معقمه يعني هسه ايا كانت التسميه معقمه او معقمه هسه عاده قطرات العيون بالانجليزي ستيرل يعني ستيرل عقيمه او معقمه وليست معقمه للعين. وليست معقمه لا هو شرط بتحضير قطرات العيون انها تكون انه معقمه. نعم. او معقمه سوري معقمه او ستيرل فهي عبارة عن وصف للمادة اللي داخل القطرة نفسها وليست انه والله شغل القطرة على عيني انه تعقم عيني لا. نعم. نعم. يعني ممكن نلجأ الى الصيدلاني يعطينا قطرة معينة لكن من المهم دكتور الا يدخل الكورتيزون في تصنيعها مكوناتها. صورة عامة الكورتيزون عادة يعني يصرف بوصفة طبية. الكورتيزون فيه تراكيز كثيرة. نعم. وبحسب شدة الحالة المرضية دكتور يوصف التركيز المناسب بالفترة المناسبة يسموها بالفريكونسي المناسب اللي هي كم مره باليوم استخدمها يعني كلها لها علاقه بالفحص طبعا. نعم. ماشي يعني صعب انه ناخذها بس مجرد انه الشخص الفلاني اصيب بحساسيه في عينه فاخذ الكورس الدواء الفلاني. نعم. من القطرات فانا بروح باخذ نفس الكورس. هسه بصوره عامه الكورتيزون فيه مخاطر. نعم. بصوره اقل من ناحيه انه مخاطر على العين طبعا مضادات التحسس اللي تنعطى على العين. نعم. وكذلك انه بصوره عامه اقل مخاطر اللي هي القطرات يسموها اللي هي الغير كورتيزونيه اللي هي مو كورتيزون شبيهه بالكورتيزون بالتاثير لكن مستخلصه من مواد يعني بالاخير هي مو كورتيزون. نعم. يعني شبيهه كورتيزون نسميها احنا. نعم دكتور. نعم دكتور مين الفئات العمريه الاكثر اصابه بحساسيه العيون؟ هسه بصوره عامه احنا نشوف كثير الاطفال يعني بصوره عامه بالاطفال طبعا انه الجهاز المناعي عندهم يكون نشط من فعال. اي سن لاي سن دكتور اكثر هسه عاده تحت ال 14 سنه فالرد الفعل المناعي نشط وفعال ونشوف يعني حالات حساسيه. نعم. هاي رقم واحد. كل ما كبر الطفل بالعمر يعني كل ما قرب من ال 14 سنه تخف سنه على سنه هذا. نعم. رقم واحد لحد ما نوصل عمر يعني 17 18 سنه يعني تقريبا تنتهي. نعم. هسه تنتهي حساسية اللي هي عبارة عن حساسية العين اللي نسميها احنا موسمية او حتى الرمد الربيعي. نعم. الطفولة اشد يخف بصورة تدريجية كل ما يكبر الطفل. لكن الادلت اللي هو البالغ يفوت بمشاكل حساسية من نوع ثاني. اللي هي الكونتاكت اكثر حصر اللي هي التلامسية. اللي هي طبعا جاية من شغلات يعني سواء بحكم العمل او بالنسبة للنساء بحكم الشغلات اللي يحطوها قريبا من العين. او بحكم ايضا مياه السباحه دكتور والكلور الموجود وارد فيها. انه اي شيء. نعم اي شيء لامس الجلد. نعم. نعم دكتور ما رايك بدور الاعشاب الطبيه كمادات في تخفيف حساسيه العيون مثل كمادات الشاي؟ هسه يعني انا لا انكر صراحه لان هاي شغله شلون يعني جزء منها من الارث جاي موروث وبالتجربه طبعا. هسه فيما يخص الشاي تحديدا يعني مؤخرا وجد انه في مضادات تحسس ومقبضات يسموها اوعيه دمويه يعني تشيل الاحمرار وتخفف الحساسيه. نعم. لكن الشاي بحد ذاته يعني المواد اللي مخلوطه وياه شنو ما نعرف
يعني طريقة انه تغليفه ما نعرف. فبصورة عامة احنا نقول اللي يستخدم الشاي بشكل مدارية طبعا انه يحطه بالثلاجة ويستفيد منه انه ككمادة باردة، يغمض عينه ويخليه على عينه ككمادة باردة. دكتور. لا باردة طبعا. نعم تقلل رد فعل الأساسي. مو انه قطرات جوا العين نستخدمها بس لا الكمادة لا انصح. لا 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 انصح. بس ايا كان انا استفادت هي من مدارية الشاي نفسها اللي حاطها بالثلاجة ككمادة باردة رقم واحد، ورقم اثنين هسه كمادة شاي هي خلص صارت ملامسة جلد وملامسة خلينا نقول يعني خط الرمش. ممكن استخدامها دكتور بالتزامن مع القطرات الموصوفة من الطبيب؟ يعني برأيي ما راح يحتاج الصراحة، يعني صاحب العلاقة ما راح يحتاج. أثناء أخذ العلاج المقرر دكتور من قطرات، ممكن مثلا للمرأة وضع مساحيق المكياج على العين؟ تقدر بس بطريقة بحيث أنه ما تقربها على بياض العين، يعني على الحافة الخارجية خلينا نقول الجفن. نعم. يعني على الجلد اللي برا مسموح، على الحواف الخارجية للجفن مسموح. وهذا يقودني إلى سؤال آخر، ما هي الطريقة المثلى لتنظيف المكياج تحديدا مكياج العيون؟ هسه يعني بالنسبة لنا احنا كعيون كأطباء يعني كمادة نعم مي دافي نعم قطن او ايا كانت نوعية التشو الأنسجة اللي تستخدمها للتنظيف ايا كانت. هسه في مستحضرات خاصة طبعا فيما يخصنا احنا يعني كعيون، مستحضرات علاجية تستخدم لتحضير قبل العمليات وتستخدم كذلك لإزالة اللي هو الميك اب من حول العين. لكن بصورة عامة أكيد يعني شركات التجميل يعني قاطعة شوط كبير بالموضوع إنه المواد اللي يستخدموها تعتبر غير مهيجة للعين وغير مسببة خلينا نقول لضرر مباشر للعين. إذن ما في أي مخاوف دكتور، وطريقة التنظيف التقليدية لكن بدون فرك العين بشدة أو إيذائها. شدة ممنوعة رقم واحد، ونحافظ إن العين تكون مسكرة طبعا. المشكلة إنه بقايا المكياج تبقى على الجفن مهما حاولت، يمكن خصوصا بعد الخروج من الحفلة. أنا ما أعرف هاي المعلومة، لكن أوكي نقدر نستخدم قطرات اللي هي المرطبة مرة واثنين وثلاثة بحيث إنه تطرد أي شغلة داخل. قطرات المرطبة دكتور ما في مخاوف منها إذا استخدمت بشكل عشوائي؟ اسمح لي بهذا السؤال. مضر بنسبة خلينا نقول 90-95% مضر. كريمات الترطيب الليلية التي توضع الخاصة بمنطقة ما حول العين، نعم. هل من ضرر فيها؟ ما تتقرب على حواف الجفن الداخلية. نعم. قطرات تبييض العين الفورية، نعم. هل من ضرر منها أيضا دكتور؟ اللي معروفة واللي منتشرة حاليا نعم لها ضرر، يعني جزء من الضرر أنه العين تتعود عليها، نعم. يعني حطيتها عيني بيضة وتمام تمام، ما حطيتها يرجع الوضع أسوأ من قبل، يصير نوع من التعود عليها. هذا اللي معروفة واللي موجود سعرها رخيص وأسماءها معروفة. هسه من جديد اللي نزل على سوق الأردن بالنسبة وسوق العراق اللي وصلنا مادة علاجية معينة يستخدم لتخفيض ضغط العين، لكن أنه أخذوا منها تركيز خفيف جدا، الهدف منها هو تبييض العين بدون الآثار الجانبية المعروفة عن القطرات سابقا. العدسات الطبية دكتور ممكن تؤدي أيضا إلى الإصابة بحساسية العين عند استخدامها مطولا، حالها حال العدسات العادية يعني التجارية. أي نوعية عدسات وارد أنه تعمل حساسية على العين. كل الشكر لحضورك معنا الدكتور محمد الجنابي اختصاصي أمراض وجراحة العين والسائل الزجاجي وأمراض الشبكية. أهلا وسهلا. دائما تتحفنا بالمعلومات اللي بتقدمها تسلم. دكتور شكرا لك. شكرا لك. تسلم.